في حال إذ ما قررت أن تستخدم السكوتر كبديلاً عن السيارة، فأنت تساهم بشكل أساسي ليس فقط في تخفيف حدة الاختناقات المرورية وتفادي الزحام في الشوارع الرئيسية المكتظة، وإنما أنت أيضاً تدعم كل خطط التنمية وكل ما يتعلق بها داخل محافظتك، خاصة إذ كانت ذات كثافة سكانية مرتفعة. إن كنت تمتلك سكوتر أو تحب أن يكون لديك أحدها، فأنت مدعو مع جروب نادي الأسكندرية للسكوتر للمشاركة في الفاعلية الدورية التي يقوم فيها علاء الوكيل ورفاقه بقيادة السكوتر على كورنيش الأسكندرية، لتعميم الفكرة ونشر الوعي بضرورة تقليل الاعتماد على السيارات والمواصلات التقليدية. الفكرة كلها إن احنا هنا لو في مشوار لا يتعدى 2 كيلو أو 3 كيلو فبتاخد السكوتر بتاعك وبتروح، ولما لقينا الموضوع ده هو عمل فرق كتير جدا معايا ومع كم واحد تاني، قلنا لا ده الموضوع لازم يتنشر، دي هتحل مشكلة كبيرة قوي. الحمد لله احنا تقريبا وصلنا 1500 دلوقتي في اسكندرية. احنا بنعمل الفكرة دي هنا في اسكندرية علشان نخلي الناس تتخلى عن عربياتها، واللي بيعمل المشوار لوحده لا يركب حاجة صديقة للبيئة صغيرة ما تاخدش محيز. على الرغم من حداثة التجربة وقلة المستخدمين للسكوتر، فإن الذين استخدموه بانتظام أكدوا على الفوائد العديدة له لتجنب الازدحام وتقليل الوقت والجهد الذي يضيع يوميا في الشوارع التي تعاني من الاختناقات المرورية. أنا فكرت أن أنا أجيب السكوتر لأن عانيت من الزحمة والتاكسيات يعني المواصلات عموما بقت زحمة دلوقتي، فالسكوتر كان أفضل وسيلة لي أن أنا أتنقل بسرعة ما أخدش وقت في المشاوير اللي بروحها وباجي منها. دعوة نادي الأسكندرية لم تلقى استجابة من الشباب فحسب، بل جاء التجاوب كذلك من فئات عمرية مختلفة استحسنت الفكرة ولم ترى فيها ما يتناقض مع عادات المجتمع الذي قد ينظر البعض فيه إلى هذه المبادرة باستغراب. الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها إن مهما كان الواحد يعني منصبه إداريا أو وظيفيا ما لهاش علاقة هو بيروح الشغل إزاي، بيروح الشغل بعربية، بيروح الشغل بالمواصلات العامة، بيروح الشغل بسكوتر أو بموتوسيكل، فهو ده اللي احنا عايزين يعني ان احنا نكسر الحاجز ده. سكوتر الإسكندرية والدراجات البخارية والهوائية كلها حلول ازداد الإقبال عليها مؤخرا، خاصة مع رفع أسعار الوقود وزيادة تكلفة بند الانتقال والمواصلات للمواطنين. ياسين النجار لليوم على الحرة الأسكندرية.